كنت أفرك وأجيب الأول على الصف. تخرجت من الطب حقيقة وكان حلم أني أدخل كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة الملك سعود، لكن توجهات بروباغندا نسمعها أصير دكتور أول طبيب في العائلة خلتني أدخل مسار ربما ما أكون مقتنع فيه. الفصل الثاني أوريا طبعا، الفصل الثاني من السنة الأولى أخذت بطاقة صفراء، انذار بالفصل بالطرد من الجامعة، حلمك باي باي. لكن كان الإصرار أني أكمل. سنة رابعة طب عدت السنة مرتين. حقيقة وقتها اكتشفت أني في مسار غلط، كان المسار اللي أنا ماشي فيه كان غلط، لكن كان التحدي أصعب. إن خرجت من الطب بنظر الآخرين فاشل، إن كملت أنت في داخلك فاشل. قررت أخذ التجربة أكون طبيب وأكون أيضا رائد أعمال. في سنة سادسة الطب في نفس الحفل هذا بحضور مدير الجامعة كانت شركتنا أحد الرعاة الرسميين للحفل، وكرمت كأحد الرعاة الرسميين للحفل. نقطة التحول اللي خضتها والتحدي الكبير كان أيضا في مواجهة المجتمع. ترجع متخرج طبيب، يا سلام، وظيفتك مضمونة، راتبك مضمون، حرف دال قدام اسمك، لكن هذا كانت كلها لا تعني شيء صراحة. أول ما تخرجت اتخذت قرار جذري، الآن سوف أبدأ أحقق حلمي، الآن سوف أكون رائد أعمال. زي ما ذكر أخوي ثامر، المعرفة المعرفة المعرفة. بديت أشتغل على نفسي، أخذت دورات تدريبية، التحقت بشركات ما كنت أتقاضى راتب، كنت أنا أعمل بالمجان لسبب أني أخذ التجربة، لأني أريد أن أكون على معرفة وأيضا دراية وخبرة. الحمد لله في صارت المؤسسة أو الشركة ثانية، في 2012 صارت ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، والحمد لله أصبحت مجموعة رموز الأهلية للاستثمار. خضنا كان الحلم الكبير أن فعلا أنقل هذه التجربة أو تجربة ريادة الأعمال فعلا لمن حولي. رجعت تبوك، كلفوني الإخوان برئاسة لجنة شباب الأعمال، أشكرهم، كانت بوابة أني أتعرف على زملائي الأستاذ ثامر، ممدوح الشلال، وغيره من الشباب المبدعين والرياديين في المملكة. ختاما، فعلا هي عبارة خلتني أخوض هذه التجربة كاملة. كان سؤال يقول: لو قدر أن قصة حياتك سوف تخرج في كتاب، وأنت من سيؤلف هذا الكتاب؟ عندها ماذا تريد أن تكتب في هذا الكتاب؟ للوهلة الأولى سوف تكون أحلامك طموحاتك هي أول مخرجات أو فصول هذا الكتاب، لكن الأهم إنجازاتك. هل حققت هذه الأحلام؟ هل أنجزت هذه الطموحات؟ لا تتخلى عن حلمك لأي سبب من الأسباب، لكن كن على قناعة أن مشوارك لتحقيق الحلم لن يكون سهل، صعب، لابد أن تغير من ذاتك حتى تصل إلى حلمك. سعيد مرة أخرى بوجودي بينكم، سعيد بشوفة زملائي في كلية الطب، أتمنى لهم وأتمنى لكم الجميع التوفيق والسداد. أشكركم على هذه
الفرصة. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم.